فاكر اول مره عملت برزنتيشن كان سنك قد ايه ومع مين قدام مين؟ هو بص، في مرتين، واحده نجحت واحده فشلت، دول اول حاجتين. طيب خالص نبدا باللي فشلت. حلو. ما طب اقول لك، مش هنتكلم على نجاح. طب هقول لك على حاجه، هما كانوا مبنيين على بعض. احنا كان واحنا عندي 15 سنه خدنا بطوله الدوري، ودي حاجه طبعا ما بتحصلش كتير. احنا نادي الزمالك. اوكي، ناشئين نادي الزمالك. ها ها يا اهلاويه اللي قاعدين في الاستوديو، ولا ما رفعتوش ايديكم ولا مسالنا؟ ف خدنا الدوري. فكنا الكوره بتبقى اعمار، يعني مواليد 92 ده فريق، مواليد 93 ده فريق، وهكذا. فكنا احنا انا 93 و92 اكبر منك، احنا اتنين كسبنا البطوله. فمتجمعين كده رئيس قطاع الناشئين كان دكتور محمود سعد، ربنا يبارك له يا رب. دي كانت اخر مره يعني؟ لا، دي كانت النجاح، دي كانت النجاح، لسه ما فشلتش، هوريك الفشل جاي قدام. فرحت ايه، قال لهم فجاه كده، قال لك ايه، كابتن كل فريق يقول كلمه. كنت اول مره في حياتي اسمع يعني ايه حد يقول كلمه دي، انا ما فهمتش يعني ايه حد يقول كلمه. ليه ما كنتش بيتكلم في الاذاعه المدرسيه مثلا زمان؟ قلت في مره كده ايه وتقريبا غلطت، ما طلعونيش تاني. عارف انت الطفل اللي راشق ده، ادوني المايك وخلاص، طلع خرابها ما طلعوش. فقال لك كابتن الفريق يطلع يتكلم، وانا كنت الصغير، فقال لك طلعه صغير ده يعك، وبعد كده طلعه الكبير بقى ايه يختم ورايا. طلعت لقيت نفسي عمال اقول لهم، وانا بشكر كل العمال اللي وقفوا معانا في التدريبات، وبشكر الجهاز الفني، وبشكر مش عارفه ايه، واحنا اولاد النادي، ورحت شادد السوسته بتاعت الجاكيت، ورحت مطلع التيشيرت بتاع الزمالك، قلت لهم وهو ده، ورحت مخبط وبتاع. الراجل عينيه دمعت، راح صرف مكافاه للفرقه بتاعتي، واداني انا مكافاه والله ما انساها، اداني 50 جنيه لوحدي، خدني على جنب كده قال لي انت كابتن قائد شاطر امسك، وراح مديني انا ايه مكافاه لوحدي. فانا بسطت جدا، الموضوع بقى ايه، بقيت مروح البيت كده اللي هو ايه، شفتوش الكلمه بتاعتي في اللقاء الاجتماعي بتاع. جينا بعدها باسبوع كان منتخب مصر خد بطوله افريقيا، وكانوا عاملين حفل تكريم للفيجرز الكبيره من الزمالك اللي كانوا في المنتخب، كابتن حسن شحاته واللعيبه بتاعت، كان ساعتها عبد المنصف وطارق السيد وكده بتاع. فقال لك ايه، عايزين حد يقول كلمه عن قطاع الناشئين كله. قطاع الناشئين ده فيه لحد 21 سنه. فالراجل ده قال لهم عندي كابتن في فرقه ال 93، ما حصلش، هو اللي هيقول الكلمه. قالوا لي الموضوع ده امتى بقى؟ وانا داخل من باب النادي احضر الاجتماع زي الناس كلها. دخلت وقفت الملعب، ورحت طالع، طبعا انا ايدي بتعمل كده وركبي دول، ده كانت الفرقه اللي فاتت دي، كانت الفرقه واصحابي وبتاع واهلي، واقف ركبي دي عماله تعمل كده، واول ما زي اللي حابب، لقيت حاجه بتعمل زي حابب بابب بابب، اللي صدى الصوت، صدى صوت ملعب وسماعات كبيره وبتاع تضرب صدى صوت. ودي غلطه بقى انصح بيها اي حد بقى يلاقي صدى صوت. انا عملت ايه بقى؟ قلت انا هعمل ايه، انا هجري بسرعه في الكلام عشان ما الحقش الصدى صوت يجي في ودني فيضايقني. وكانت اكبر غلطه عملتها في حياتي. حابب ارحب، فلقيت ودني بيخش فيها كلام وانا بحاول اجري. فانتهى الحال ان انا بعمل زي برحب بيكم، هنكت، بقيت عمال سلو موشن كده، والراجل عمال يبص لي وبتاع. رحت رامي الكلمتين وطالع جاري، وقعت في الارض وركبتي بترعش، وقعدت اعيط مثلا بتاع تلت ساعه. دي كانت تعتبر تاني تجربه في حياتي مع الببليك سبيك. بحب احكي القصه دي ليه؟ عشان الناس اللي بداوا مره واتصدموا او ما نجحوش او حصلت معاهم حاجه غريبه على المسرح زعلوا، انا النهارده شغلتي ان انا بطلع اتكلم قدام الافات.